السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، معكم قناة عمر للحماس في فيديو جديد. المهم اليوم الإخوان جينا بزيارة عند طنديف سليمان عبدو عن جمعية حي عادل، أبطال جمعية حي العادل وأبطال عصبة الدار البيضاء الكبرى اللي تألقوا داخل عصبة الدار البيضاء الكبرى. الحمد لله. نخليو كلمة للأخ سليمان عادل ويقدم لنا نفسه. سليمان عبدو. سليمان بن نور من جمعية حي عادل، طنديف ديالي الأخ عبدو. هادي دابا السنة الأولى باش بدينا كنلعبو في حي عادل، في الأول كنا كنلعبو في جمعية منتدى درب السلطان، دابا جينا لحي عادل. الحمد لله جمعية مزيانة، فيها مواليات في المستوى وتا التنظيم مزيان الحمد لله، داكشي اللي خول لينا باش نكونو في المراكز المتقدمة في العصبة. أنت بديتي تربية الحمام؟ تربية الحمام أخويا أنا كنت كنديرها ملي كنت صغير، ولكن كان الحمام عشوائي، ما كانش الحمام الزاجل. كنا كنربيو الروامة وكنا كنربيو السيفيا والزغاوط وحيدناها بحكم الدراسة وهذا. دابا من بعد عاوتاني ملي ولاو شويه الحمد لله الامكانيات وهذا، ربينا الحميمات، بدينا غير بحميمات عاديين سنة 2016 وديت عاوتاني رجعت للسباقات حميمات عاديين. كنت ما لعبتش الحمام زعما خديت حمام مزيان مع الدراري ولا هذا، على ما عاود رديت السيستم عاوتاني وعرفت لا بريباراسيون شنو كيخص الحمام وهذا. عاد باش 2018 قول عاد باش دخلنا حميمات في المستوى 2018 خديت شي حميمات من عند اخوان، كاين ديدور، اخ رشيد اوبير، اخ عزيز عوان، كاين بزاف ديال الاخوان اللي يعني عندهم الحمام من مختلف السلالات. اول سنه غتشارك فيها داخل الجمعيه؟ داخل الجمعيه 2016 لعبت جمعيه لعبت بن سوده، جمعيه بن سوده حي الفرح تم. والسنه الثانيه 2017 و 2018 لعبتهم في جمعيه درب السلطان. درب السلطان. وهاد السنه هذه راني كنلعب في حي عادل. اي عادي كانوا شي انجازات في منتدى درب السلطان؟ داك الشيء قليل، كان واحد الانجاز السنه اللي فاتت كانت ذات ويشيه شماعيه ديبلوم، وكنت ديكلاريت العيون في الديكلاراسيون، كنت كلاسي 28 بواحد الطاكار العيون. كنت دخلت العيون العام اللي فات، العام الاول اللي غنلعب العيون الحمد لله دخلت العيون. وهذا العام الحمد لله اللي كاينين شويه الانجازات، حد الان راه كاينين دابا تقريبا شي 6 الانجازات. 6 يلا سينا الفيتاس دينا الدمي فون، كاينين 6 حي جمعيه حي العادل. جمعيه حي العادل كاينين 3 في الجمعيه في الفيتاس وواحد في العصبه. الله يسخر. وكاين واحد دابا في المهم انجاز كبير اللي خلانا نجيو عندك هو انجاز ديال العصبه. الحمد لله الحمد لله، المرتبه الاولى في العصبه والمرتبه الاولى في الجمعيه. المرتبه الاولى في العصبه في 17400 حمامه. 17400 حمامة داخل عصبة الدار البيضاء الكبرى برئاسة أخ عزيز وعدي الدان. والله يسخر لي معنا طنديف ديال الأخ سليمان. الأخ عبدو. عبدو شي كلمة. كلمة الأخ عبدو. الكلمة اللي غنقولها هنا كاع المواليع الله يعاونهم. أمين. الله يسخر لهم. هادشي اللي. ويتهلاو في راسهم ويتهلاو في الحمام. هادشي اللي ما نقولها أنا. وبالنسبة تقدر تولي على هذيك الحميمة اللي. ناسور. كما تشوفوا الاخوان هذه الحمامه اللي احتلت المرتبه الاولى داخل عصبه الدار البيضاء الكبرى وسط 17400 حمامه. اللهم بارك. كما كتشوفوا الحميمه هو عند الاخ عبدو. هذه اخويا حمامه الوالدين ديالها تخديتهم من عند الاخ رشيد اوبي كما سبق الاخ بالعيد، راه كان جا دار عندنا لا فيديو دار لها الكونترول، راه كنت ذكرت السلاله ديالها. هذه اخويا من جهه الاب ديالها فيها ديال واحد المولوع سميتو تشيلنز هولندي كيلعب مسافه السرعه. وبالنسبه للام ديالها ديال جيرار شيفر وفيها امها فيها الكوبمان 75% كوبمان والدم الاخر ما عقلتش الدم اللي فيها اكزاكتومون. الحمام تبارك الله ديال الوان دي كيلعب من 100 حتى ل 600 من 100 ل 600 من 100 ل 600 ديال الحمامه. ها هي الحمامه ها هي العوينه ما شاء الله. عطينا النيميرو ديال وهاد الحمامه راه عندها واحد القصه غريبه. هاد العام ديرها لونطريمون واحد لونطريمون وكانت جات مضروبه واحد الضربه، قلت انا محال كاع واش تعيش. كان العنق ديالها كي كتبان الماكله كتبان من العنق ديالها من اللور. هاد الحمامه هذه اللي كتشوف فيها 12 في لي زونطريمون باش دير لي زونطريمون في الاخر ديال شهر 12 كانت ضربات واحد الضربه ما عرفناش واش ضربه طير ولا ضربه شي قطيب ولا شي حاجه، المهم ضربه خايبه. حطيناها داويناها درنا لها البيتادين والمسائل، قلنا راه محال كاع واش تعيش. ريكوبيرات تبارك الله، الزينة المنطلق ديما كتجي مع 20 الاولين تجي المطلق ديالها وديكلارات. اللهم بارك. هادشي اللي كاين. كيف كتشوفوا الاخوان هذه راه كانت ضربات والله يدير القناص هذاك الشيء اللي كاين راه، وسيرتو هذا المطلق الاخر تكرفصوا على الحمام ديال الناس بزاف، كان ضايع بزاف في هذا المطلق الاخر يعني. اللي ما مخليش راه تلقاه مخلي خمسه ولا اربعه الحمامات، هذا اللي ما مخليش. شحال زدت في المطلق الاخر؟ هذا المطلق هذا فين؟ هذا المطلق هذا زدت 30 حمامه جاتني 29 اللي ضربت فيه البرومي في العصبه. المطلق هذا الثاني المطلق اللي دابا الدار ديال الصويره ناحيه الصويره
هو اللي كان فيه شويه ديال الضرب. الحمام ضاع للناس بزاف. انا زيت 28 حمامه، خليت 6 حمامات، جوج من دوك الحمامات ضاربين بريات، جوج حمامات ضاربين بريات ما جاوش. ايوا ولكن هادشي داخل في قانون اللعبه. راه حنا كنطلبوا من الجمعيات ما نكرهوش يديروا شي ناس اللي يبداو يوقفوا في دوك لي بوين نوار، دوك المناطق السوداء، يوقفوا يحطوا ناس اللي يخلي ما يخليوش صحاب القطبان يضربوا الحمامات ديال الناس. كما كتشوف راه كيكونوا دايرين غبارات حدا حد السوالم كيضربوا تما. هذا الشيء اللي ضرب الطريق هي حتى حد كل الناحيه تدار حالتها هي كيكون طار الطريق تدار حالتها هي حدا داك الطمر. هذا الشيء اللي كاين. اللهم بارك. كما كتشوفوا هذه الحميمه اللي احتلت الفرويه في العصبه، اللهم بارك مزيدا ان شاء الله ان شاء الله. والحميمه اللي احتلت المركز الرابع كاينه في هذه المسابقه ديال الصويره على ساعه الجمعيه. واخا هذه الحمامه احتلت المركز الرابع. هذه اخو بالنسبه للحمامه هي الاخت ديال الحمامه اللي ضربها برومي في العصبه. الاخت ديالها اكبر منها، الاخت ديالها اكبر منها. السلاله كتاكد نفس السلاله الحمد لله. هذه حتى هي فيها داكار تشيلينز والانثى حتى هي جيرار شيفير. هذه اخويا احتلت المرتبه الرابعه في جمعيه حي عادي، وغتكون في الربعين الاوائل في عصبه الدار البيضاء الكبرى. كما كتشوف هنا حنا عندنا واحد الاشكاليه، عندنا ما عندناش سطح جام زعما من جا عالي جا محدور وسط من جا وسط لي زيموبل. راه الحمام اخويا ما كيجيش عندنا ديريكتومون، وعندنا واحد شويه ديال ضياع الوقت. كاين واحد شويه كيكون وراك عارف انت داك التواني في الفيتاس وهذا راه كيضيعوا هذاك الشيء اللي كاين. والحمد لله هادشي اللي كاين. السلاله راه كتاكد هي راه ضربات وعاود ضربات، وكنتمناو عاوتاني المزيد من التالق في المنطلق اللي جاي ان شاء الله ديال كيميفو. هذه هي الحميمه الله يبارك. نفس ستوندار ديال الاخت ديالها كما كتشوفوا الاخوان. الاخت ديالها نفس الطاجين. لا ماشي نفس الطاجين، هذه اختها اكبر منها. الثانيه هذه التفريخه اللي قبل من ديك اللي شفتي تاعي قبل منها. كما كتشوفوا. وكنوجهوا التحيه للاخ عبد الرحيم، راه هو اللي مقابل. الاخ عبد الرحيم راه هو اللي مطلع الوليدات ليلفاج، هو اللي داير كلشي. طونديم انا بحكم ظروف ديال العمل راه كنكون غير بعشيه هاد الوقيته اللي كنكون فيها. هو اللي كيوكر، هو اللي كيطير، هو اللي كيدير كلشي. راه 80% ديال الخدمه كيديرها هو. الله يسلمك. كنشكرك من هذا المنبر. بالنسبه للدكور كاين الدكور هذا العام اخويا باقي ما تحركوش، وانا كنقول ان شاء الله باذن الله في الدومي فون عاد باش غيبداو الاينات هما اللي لاعبين دابا هذه الساعه. الدكور ما عنديش بزاف هذا العام، هذا العام عندي شي 14 الكار اللي كيلعب هما اللي كاينين. دومي فون مسافه ان شاء الله كنتسناو من ارقام الفوق يكون شي نتائج مزيانه ان شاء الله باذن الله. نقدروا نديروا شي اطلاله. هذا هو اللوفت اخوان سليمان عبدو. طونديم متواضع اللهم بارك. كما كتشوفوا راه لوفت متواضع والانجازات اللهم بارك. باش تحقق بروميير في العصبه راه اللهم بارك. ويا عمر اللوفت راه باش نوضح واحد التوضيح، اللوفت المهم فيه هو خاصو يكون صحي، هذا هو المهم. ما كيهمش مناش مصاوب ولا كيفاش مصاوب، المهم هو الحمام يكون مرتاح في اللوفت، هذه اول حاجه. ثاني حاجه يكون كيطلع لا فورم، وما يكونش عندك مشاكل ديال الجهاز التنفسي ومشاكل ديال الغبره وهذا الشيء، هذا هو المشكل اللي كاين في اللوفت. هو اللوفت راه كيعاون صراحه، الا كان مزيان راه كيكونوا انجازات حسن، ولكن اقل حاجه راه تقدر باقل الامكانيات ممكنه ديال اللوفت صحي ويكونوا فيه الانجازات. ولكن المهم كما قال اخ بيصاص في الفيديو اللي درتي معاه قبل، راه كان قال واحد القضيه وعجبتني واحد العباره، قال لك راه ما يمكنش، قال لك بغل تردو عاود دير السباق. نعم هذه العباره راه عنده فيها الحق. هذه المقوله انتشرات. الا كانت السلاله راه كاينه السلاله، ما كايناش السلاله راه واخا دير لها ماشي غير اللوفت راه ما كاين حتى شي حاجه. اللهم بارك. عندنا ما قل ودل هذا العام، راه بدينا العام ب 35 حمامه. ما كنهزوش العاده، كنلعبوها بحميمات قلال. اللهم بارك. وهذا الشيء اللي كاين باش تقضوا عليهم ويكون داك الشيء هو هذا، كل حاجه نعطيوها حقها. هذا الشيء اللي كاين. الشيء اللي كاين. هذا اخويا بالنسبه لديك الانثى اللي ضربات برومي في العصبه، هذا هو الاب ديالها.
هذا هو اللي قلت لك ديال المولوع تشيلينز ذكر هولندي لا ما شوف العين هذا هو الاب ديالها الجنيح ديالو وهذا هذا الاب ديالها هذا الاب ديالها العين ديالو اللهم بارك شويه نيرفو اللهم بارك هي العوينه ديالو وبالنسبه للام ديالها هي هذيك هذه الام الام ديال الانثى اللي ضربات برومي والام ديال الانثى اللي ضربات كاتريان في الجمعيه هي هذه راه كتشبه الام ديال هذيك الكاتريان ما راه فوتوكوبي غير هي دفليه ولكن راه نفس العين هذه السلاله هذه السلاله هي اللي قلت لك ديال جيرار شيفر مولوع حتى هو هولندي سميتو جيرار شيفر جيرار شيفر هذه راه كتلعب من 100 حتى ل 400 هذه الانثى هذه ولكن الدكار الدكار راه واندي راه من 100 ل 600 من 100 ل 600 هادو تقريبا هما لا باز هما اللي مبازي عليهم انا كاع هاد السنه وليدات هما اللي لاعبين معايا مزيان هادو وعندي منهم وخديت منهم تبارك الله راه باقي عندي واحد حتى خوتهم دابا راه باقي ما ديكلاراوش ولكن كنقول ان شاء الله ملي غطول شويه المسافه راه غادي يبانوا مع الحمام الاول ان شاء الله بحول الله شي اللي كاين كما كتشوفوا صورت هادو هما الحميمات هذا هو الكوب اللهم بارك هذا هو الكوب الله يسخر الجميع ان شاء الله أمين. وبالنسبه لهاد الانثى الاخ عمر هاد الانثى هادي هي ديال باهي فناني ولكن خديتها من عند واحد الصديق ما خديتهاش ديريكتومون من عندهم انثى ممتازه اللي نقدر نقول انثى جوكر اي ذكر كديرها معاك تعطيك هاد النتوه هادي نقدر نقول لك هي لا باز عندي في السجنه عطي عطاتي انجاز انا ولادها بعدا يلاه هادشي باش بديت كنلعب دابا ولادها عندي ثلاثه الاولاد ديالها ضاربين ثلاثه البريات تبارك عندي ولادها زعما وفي مخ وماشي في نفس المسافه كاين اللي كيضرب في فيتاس وكاين اللي كيضرب في الدومي فون اللهم بارك تبارك الله وانت ممتازه والله يسخر فيها هادشي اللي كاين العوينه ديالها راه هي هادي اللهم بارك والله يسخر الله يسخر امين والله يسخر جميع المواليع وحنا الاخر مبتدئين راه باقيين يلاه عاد كنكونوا السلاله ويلاه كنقادوا ان شاء الله من القدام غيكون الخير ان شاء الله ان شاء الله سدو وعالي احش كما كتشوفوا الاخوان حنا تولعنا عند طونديم سليمان عبدو ابطال جمعيه حي عادل اللي حققوا المرتبه الاولى في عصبه الدار البيضاء الكبرى الله يسخر ليهم ونخليو ليهم كلمه اخيره كلمة شكر كنبغي نشكر جميع الاصدقاء ديالي جميع المواليع بصفه عامه جميع مدن المغربيه وبالاخص المواليع ديال الحي محمد المهدي المواليع ديال عين برجر الاصدقاء ديالنا اخ ديدول اخ ياسين اخ رضا المدني اخ عبد الرحمن اخ عز الدين الشعبي اخوان بوخيطه ابطال الكبار كاع هادو تبارك الله راه ابطال وكنستشروا معاهم وكنجلسوا معاهم على طول السيمانه كنتبادلوا المعلومات وكنتبادلوا الاراء وراه هما اللي كيفيدونا الله يجازيهم بخير وكنبغي نشكر الاخ عبا صديق حتى هو كذلك اللي كناخذوا من عنده الماكولات وناخذوا من عنده لي برودوي والاخ البشير كذلك اللي عندهم جوده عاليه ولي برودوي ديالهم بالماكله ديالهم هي باش لاعبين وهي باش كنحققوا الحمد لله النتائج وكنبغي نشكر جميع الموالين واللي نسيناه يسمح لينا هادشي اللي كاين حيت راه عندنا اصدقاء كثار ما غاديش نقدروا نجبدوا كاع الاسماء المهم اللي نسينا راه يسمع لهم والتحيه لجميع المواليع ديال المغرب وجميع انحاء العالم وشكرا لكم ونخليو كلمه اخيره وانا اللي نقول انسان يتهلا في الحمام وينقص جاني ويكون مزيان القلب ديالو يكون ابيض هادشي اللي كاين وصافي هذا هو نقول الانسان يتهلا وصافي يكون صافي ويكون انجاز هادشي اللي كاين وهنا نستودعكم الله في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله إلى اللقاء